رجعنا لكم في موجة رمضان، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا 11:06 دقائق وقيت لانستا كويزين. انستا كويزين فلانستا كويزين اليوم ضيفتي كما قلوا احنا من الابعاد، ضيفتي مش من هنا من تونس، اتبعوا فيها على الانستغرام وتشوفوا في التصنيف متاحها. معايا نور، بونجور. بونجور يا سحر، سباش احوالك؟ لاباسه الحمد لله. يا اختي قلت لهم من الابعاد انا من الابعاد من الابعاد من غادي من الابعاد، حاسش نحوي الابعاد لاباس الحمد لله. واه هي مطيره تجبد الخيرات يعني اي ديجا فتحي قتلي اواهي اواهي، هذه معناها لوريجين نتاعك يا قربه يا منزل تميم يا قليبيا. لا من جمال، من جمال. ما بعتش، ما بعت ميساج، ما تبخسونيش، ما بعت كلها توانسه. او في جمال يقولوا اواهي اواهي، حتى منازليه مزبوزه يقولوها اواهي وهواني. اي اي ما اوكيك لهجه، حسيلو من الابعاد. خلينا في الابعاد. وينك شنحوالك؟ سافا الحمد لله لاباس الحمد لله. نور حضرت لنا اليوم، حضرت لكم يا سيدك وبنت سيدك، قعدت اللوجه على حاجه ساحليه نعملوها كان معناها في الساحل، معناها ساحليه ذي تضرب على الوتر الحساس نتاع فتحيه. فتحيه معايا من الساحل، دونك تقول لها ساحليه راهو شد الجول هنا. اي به في البلا برينسيبال قلت نعمل لكم نعطيكم الريسيت نتاع كسكسي باص بانت الدجاج، مش برشا يعملوها تقريبا. الله الله. اي وفي عمل زيد تارت بالدجاج والسبناخ وبول دو كارتاج، ولا كيما نقولوا كعبر اللو. الله الله على بول دو كارتاج. برا يا اختي لانس بار. هاي نبداو بالتارت، نبداو بالتخت. به اول حاجه نعطيكم الغسيت نتاع الفات الفون معناها نتاع التارت. ناخذوا 260 غرام فرينه، عليهم 125 غرام زبده، اصفر نتاع عظمه، و50 مللتر ماء بارد. تري بيان. وعليها اون بانسي دو سي، رشه ملح. به دي. اول حاجه ناخذوا الفرينه معناها نبسسوها بالزبده، من بعد نزيدوها اصفر عظمه، ونزيدوها المقدار نتاع الماء اللي قلت لكم عليه 50 مللتر. باه نلمها مع بعضها ونخليها ترتاح نص ساعه في الفريجيدير. باه باه. في الاثناء ناخذوا السبناخ نحطوا يفور، معناها نحطوا في كسكاس يفور لين يذبل باش نحيوا له، من بعد نعصروا له الماء اللي فيه، نحطوا شي طول معناها باش ما يسيبش الماء باش ما تذبل. صحيح. هذايا السبناخ نمشيو توا نحضروا الدجاج، ناخذوا الزر نتاع الدجاج بلون بولي نقصوه جويد، نحطوه على نار هاديه في بويل فيه شويه زيت، نقص عليه قصيره بصل، نقص بصل كيكه، ملح فلفل اكحل، كليل وزعتر، شويه بالكل كركم، اللي يحب يحط اللي ما يحبش ما يسالش. وكان متوفر عنده هروز زاد يحط خاطر يفوح برشا. نخليهم يتقلاو لين البصل معناه يسيب الماء نتاعو، ديما ماذا بينا بنقص ماء في لين يشيح هكا الماء. اي لين يشيح هكا الماء نهبطوه، من بعد ناخذوا المول نتاع التارت نتاعنا ونطلعوا الفات اللي عملناه ديجا خليناه ترتاح. داكوغ. نحلها بين دو بابيي كويسون، والا نرش شويه فرينة على البون دو ترافاي ونحلها بالقلقاء. تري بيان. ونحطها في وسط المول. باه. باه. من فوق من بعد نجي نكسبناخ هذاك اللي ذبل ونحينا له المي نتاعو ونحطوها قبل الساعه، سامحني. التارت كي نحطوا الفون نتاعها، الفون نتاعها نعملوا له بري كويسون كيك حكايه 10 دقائق في الفور ونخرجها باش تقعد تتقرمش من بعد، ما تبداش مبلوله كي نحطوا عليها. باهي باهي. طول باهي. نحطوا السبناخ فوقها ومن بعد ناخذوا الدجاج زاد اللي طيبناه بالفاح نتاعو الكل نحطوه فوق السبناخ، ومن بعد نجيو في صحفه نحطوا زوز كعبات عظام والا ثلاثه معاهم 150 مليلتر حكايه كيكه بالعين يعني لما حاله، 150 مليلتر كريم ليكيد ولا اربعه مغارف كيكه مكومين كريم فريش. باه. فهمت. ركضوا مع بعضهم لين يتجانس الخليط، ومن بعد نصبوها فوق فوق التارت معناها فوق اللي حطيناه الكل. باه. ومن بعد ندخلوها للفور على 180 درجه تطيب من لوطه ومن فوق الفور تشعل حكايه 15 دقيقه كيكه. باه. هكا وهذه التارت نتاعنا حاضرة. نمشيو يا اختي لك سبيسياليتي الساحلية، كسكسي بالعصبين نتاع الدجاج. اي نمشيو كسكسي بالعصبين الدجاج. بنين بنين على الاخر ان شاء الله تجربوه. باهي. باهي.
بالنسبة لعصبة الدجاج كما قلنا ناخذ زيت سر الدجاج نقطعوه دي كيوب معناها صغار كما باش نقطعوا الحمص الدوارة نقص عليها ربطة معدنوس ربطة سلق زوز روس بصل صغار ولا راس بصل كبير باه نحطوا عليهم حميصة شوية حمص منفخ وإلا كان متوفر جلبانة في وقت الجلبانة نحطوا جلبانة احنا باه وكميشة روق ملح وفلفل أكحل نعناع وكروية وهروس كان متوفر وزيت وفلفل أحمر ومن بعد نخلطوها معناتها عندي ريك باش نعملوا عصبة باهي ونلم الكعبة في بابيي فيلتر ما نطيبوش في البابيي ألومنيوم خاطره مش باهي مش صحي صح نحطوها نطيبوها في بابيي فيلتر وإلا اللي مش متوفر عنده بابيي فيلتر نحطوها ما بين ورقتين معناتها ناخذ ورقتين سلق ونحطوه في الحشوة ذاك الحضرناه في معناتها في ورقتين السلق وندوروه بخير باهي 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 نجيو للكسكسي توا نحطوا عليه خوية زيت ونبثوها بشوية مي ونبرموه ونحطوه يفور معناها كالعادة صحيح كانوا كسكسي مكسكس يعمل تفيرة وكانوا مش مكسكس تفيرتين معناها نهبطوه نزيدهم بلوه بشوية مي وندوروه يفور باهي اوكي. بالنسبة للمرقة ولا الصوص نتاع الكسكسي نجيب في القدرة باش نطيب فيه نحطوا الزيت نحطوا تروف الدجاج نخليوهم في شوية بصل نحطوا راهو الدجاج مع معناتها ما نطيبوش كأنك العصبانة وحدها نحطوا تروف الدجاج فهمت قلت لك نحطوا الدجاج نخليوهم في شوية بصل ملح وفلفل أكحل وبعد نزيد طماطم معجونة باش نعطيك حكار كيلو. بالنسبة للحكار كيلو طماطم معجونة نحطوا ثلاثة مغارف ممسوحين مش مكونين باه داكور فهمت نزيد نقليه شوية معناها باش ما يقعدش قارص وديما هذا الكل على نار متوسطة ماذا بيكم ديما كي تطيبوا على نار متوسطة ولا حتى هادية باش الماكلة تجي فيها وحامل بديوش نزربو فيها بيه. وبعد نمرق بمسخون ديما نمرق بمسخون زيلا ونحط الفلفل الأحمر ونحط زيدا نحط قراعة نحط راس بصل نحط البطاطا ذيك زيدا باش نحطها ما في الأخر خاطر في ساعتي وفول أخضر كان متوفر بيه. والعصبانات نتاعي يدكم اللي حضرت زيد حطيتيه ومع الدجاج وبعد نسقي على روحي وكها والكسكسي نتاعنا حضر وراهو بنين برشا معناها ان شاء الله تجربوه ان شاء الله. انا لما حال كسكسي الساحلي ما زدت ما جربتوش اللي بالعصبان نتاع الدجاج اما حسب ما تحكي لي فتحيه قالت لي بنين مش نورمال اي بنين على الاخر على الاخر تعملوا لي فتحيه يا فتحي عملها الكسكسي قلت لك يا فتحي عملها الكسكسي عملي الكسكسي يا اختي ما تخانيش بلاش كسكسي هاي ليلتني هاوكا قد يسلم لي عينيك يا فتحي ربي خلينا فتحيه اي اختي اختي هذيك راس المال يا اختي باهي نمشيو لك عابر اللوز نمشيو لك عابر اللوز ولا فمشكو نقول لهم بول دو كارتاج زاد باهي بول دو كارتاج باهي ناخذوا 250 غرام لوز ابيض مرحي عليهم 100 غرام سكر جلاس سكر محور محور سكر جلاس شوية زهر ولا عطر فيه به وفما حاجة اللي نلمو بها معناها بشبه بروفيسيونيل على الاخر نقولوا احنا نلموها بسيرو دو جليكوز هذا يتباع عند اللي يبيعوا بتاع الحلويات عرفت صحيح باش يصبر لهم اكثر كان معناها باش يعملوا كونتيتي كبيره يصبر لهم اكثر ويخليها وتخلي اللمعه ولا نشريوه اي لق اي نلموا بيه هذاك نو طيبوا شحور عادي في الدار معناها كان عائلي وفي صعب شي تاكل نطيبوا شحور عادي عادي في الدار باهي السكر عليهم كيلو 110 قارص هذاك المداول باهي 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 نلموهم هكاك اي وحاجه اخرى سامحني يا سحر بالنسبه للي باش ياكلوا في نهار ولا نهارين ما يعديش معناتها ما يتعداش نهارين معناها وياكلوه كميه صغيره ينجموا يلموا زاده بالزهر ولا عطر شيء مش مشكل داكوغ اوكي بعد نقسموها على ثلاثه معناتها البول الكبيره باش تحصلوا عليها نقسموها على ثلاثه باهي واحدة نخليوها لون اللوز هذاك الطبيعي والاخرى نزيدوها كولورون روج وواحدة نزيدوها كولورون فيغ ونعملوهم دي بودان فهمت فهمتك ومن بعد نلصقوهم ثلاثة لبعضهم تروا بودان عندكم لي كولور لبعضهم كيفاش وندوروهم فوالا فوالا باه نكعبروه بودان اي فوالا من بعد نبداو نقصوا من لازم ناخذوا من لي تروا كولور اي هاي اي نقصوا كل بول لازمها 15 غرام ما تتعداش 15 غرام اوكي بالميزان فهمت وكهو معناتها وندورها بين كفوف يدينا نتحصلوا على بول
هذيك نحطها في السكر الخشين هذاك نتاعنا العادي باهي وكهو وكعبر اللوز تكون حاضرة وكعبر إذا الديسير نتاعنا هاكا ومريق الأمورنا الديسير نتاعنا يكون حاضر. يعطيك الصحة يا نور ميرسي بوكو. عايشك عايشك صحة حر إن شاء الله تبرا عجبتكم إيه وإن شاء الله تجربوها. يعيشك وعايشك يا صحر على الاستضافة الهاتفية وعايشكم الكل. مرحبا بيك أفيك بليزير. عايش الزين إن شاء الله ربما زادت عدى مبروك وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة يا ربي. آمين يا ربي وكهو إن شاء الله رمضانكم مبروك. ميرسي بوكو عايشك ميرسي بوكو شكرا. كنت هذه لانستا كوزين. انستا كوزين اكثر جنجل شيخ بيه رمضان السنه وتحسوني في قيم بيا نتاع لانستا كوزين نبدا بكل نشاط شيخ حسين. خليكم مازلتوا مع شتيح ومع جو عمرو ذياب حبيبي ولا